أعلمكم بأني أمتلك محل بقالة، وبعض المشترين يرغمونني على أن أبيع لهم بأقل الأسعار، وحينئذ أشعر أنني فرقت بين المتعاملين معي، فهل علي إثم للحال؟ ما ذكر جزاكم الله خيرا. أما الممنوع أن ترفع السعر على بعض الناس أكثر مما في السوق، هذا هو الممنوع. أما إذا بعت السعر المعروف في السوق وجاءك بعض الأشخاص وتنازلت عن بعض السعر المعروف في السوق تنازلت لهم، فلا حرج عليك في ذلك. إنما الممنوع أن تغرر بالناس وترفع السعر أكثر مما تساوي السلعة، وإذا جاءك أحد يفهم الأسعار أو جاءك أحد حالك أو أحد تستحي منه فإنك تبيع عليه بالسعر المعروف أو تخفض له من السعر المعروف، فهذا ممنوع، لأن هذا من الغش. أما إذا بعت بالسعر المعروف ولا تساويه السلعة فعلا في السوق، ولكن جاءك بعض الأشخاص فخفضت له من السعر المعروف، هذا تنازل عن بعض حقك، ليس فيه شيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.